بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن ولدت في عهد الزمن الملك فاروق، يعني قبل الثورة بسنوات ولكن إن كانت ليست كثيرة. وأبي رحمة الله عليه كان يحب العلم جدا جدا، لدرجة أني أذكر أني في الرابعة من عمري، وهذا سن يعني حديث، كان يأتي لي بمدرس في البيت. أنا لا أحسن القراءة في هذا الوقت. المدرس هذا يأتي لي بمجلات وكتب فيها قصص مصورة، فيحكي لي على هذه الصور، فكنت أحفظها كما هي. وأتى لي في هذا الوقت أيضا بمدرس الخط حتى يخرج خطي جميل، يعني مش رديء. وكانت السيدة الوالدة رحمة الله عليها تحفظنا كثيرا بعض المتون وبعض القصص والحكايات، فكانت بداية جيدة يعني لنمو طفل في هذا الوقت. وسبحان الله أيضا يعني لم يحدث لا قديم ولا حديث أن أميل إلى هذه الألعاب التي ألعبها الشباب، يعني لا كرة قدم ولا غيرها، ولا ربما كنت أميل إلى ألعاب القوة اللي هي تنشط الجسم، لكن غير كده لا. فبعدين في أمر هام جدا أثر فيه، وده يعتبر أول شيء، وهي شعبة الإخوان المسلمين في بلدنا مدينة بوش محافظة بني سويف. لما عادت إلى الوجود بعد حكم المحكمة عام 51، وجدت مبنى يعني كخلية النحل، الناس لا تفتأ دخول خروج ليل نهار. وكان أبي يرغبني أن أذهب إلى هناك لأنه كان تاجر مشغول ويرى في هذا المكان مكان طيب. وفعلا رغم حداثة السن سمعت تفسير وحديث وتلاوة قرآن وتجويد وقصص الأنبياء والصالحين واحتكاف وقيام ليل، ويجوا يصحبونا من البيت قبل الفجر، خاصة فجر الجمعة. كان يعني يوم الجمعة ده كان عجيب جدا، كنا أذهب يأخذونا الساعة 3 قبل الفجر لقراءة قرآن ومقصورات وصلاة الفجر، ونقرأ القرآن حتى تشرق الشمس، ونساعد الملة لأن ما كان في ماء يعني أبار، نساعد الملة في حمل الماء، ويعرفون الجمال. أنت شوف، أنت جبت كوب ماء وضعته هنا، تخيل هذا الكوب كم واحد سيستفيد منه في الوضوء والطهارة. كل هذا أنت تشاركه في الأجر والثواب، كل هذا. ونكنس المساجد وننظفها،
كنت أقرأ قصص مصطفى لطفي المنفلوطي، علي أحمد بكثير. في سن العاشرة بدأت أقرأ لمصطفى الرفعي وعباس العقاد، وده شيء صعب جدا على هذا السن. يعني الرفيع هذا في وحي القلم وفي كلامي عن القرآن وإعجاز القرآن كلام، لكن كنت أجد في الشعبة وعند أقاربي وعند أبي وعند أحبائي من يحلون لي الألفاظ. طبعا أنا صدمت جدا لما حدث في عام 54 من إغلاق شعب الإخوان، وسجن من بلدتي حوالي 37 شخصا، ثم كانت قضية 55 اللي هي قضية التمويل، وسجن فيها ناس من أحب الناس كنت أراهم، وأغلقت الشعبة. كنت لما تمشي في الشارع أو أنا عن نفسي كنت أشعر أن البلد ظلام، النور اللي كان فيها ذهب، مفيش إشراقات، مفيش إنسان مثقف تقدر تقعد معه إلا مجموعة من المدرسين فقط، هؤلاء بس اللي في المعهد أو في مدارس من أقاربنا أو جيراننا. يعني اسمح لي أن أنا أقول جملة قد تكون قاسية شوية، كنت لما أقارن الثقافة اللي بيقولها هؤلاء أهل التدريس دول مع ثقافة بعض الناس اللي كان حجار يشيل حجر على كتفه يعمل بها سلالم، اللي كان إسكافي يرقع النعل، اللي كان نساج عنول، ودول كنت أقارن ثقافة الناس دي المدرسين دول مع ثقافة هذه المهن اللي متربى في شعبة الإخوان، كنت أبكي. كان النساج ده والنوال أكثر ثقافة من المدرس، وده شيء عجيب جدا. وبدأت أطلب علم الحديث لأن أنا كنت رأيت رؤية وأنا عندي 9 سنوات أني ذهبت إلى الحج مشيا على قدمي، وبعد أن حججت ذهبت إلى قبر حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعند القبر بكيت. وطفل بقى قلت له يا رسول الله أنا زعلان منك، أنا أجل حد عندك ومشي على رجليا وما سلمش عليا، لازم تسلم عليا. فرقيت يده الطاهرة خرجت من القبر وضمتني إليه. فلما قلتها لأهل التأويل فسروها لي أني سأطلب علم الحديث، وفعلا بدأت أطلب علم الحديث واهتمت بكتير جدا. وأنا الحمد لله عندي إجازة في البخاري وفي مسلم وفي الكتب الستة وفي كتب كثيرة جدا، يعني قراءة، وفي البخاري بالأخص ومسلم شرحا بفضل الله سبحانه وتعالى، لأن أنا من أساتذتي في علم الحديث بعد ذلك فضيلة العلامة جامع أطراف الحديث من بلدان المسلمين من الهند والشام والمغرب، فضيلة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمة الله عليه، فقد شرفت بأني كنت قريبا منه قرابة 10 سنوات أثناء وجودي في مدينة الرياض في جزيرة العرب. من ضمن الأشياء أيضا اللي أثرت فينا كتير قوي لما سكننا كطلاب في جامعة الأزهر في القاهرة، كنا واخدين شقة، احنا 4 طلبة كل واحد واخد حجرة، يعني أنا وابن خالي شوافع، وكان معنا عبد الرحمن حلبة رحمة الله عليه كان حنفي المذهب، وعبد المنعم عبد الغني عبد الكريم فضل الله من قرية البكوات مركز الفشل بني سويف كان مالك المذهب، كان دائما يحب نذكر اسمه كاملا كده. وكان يأتينا الشيخ طه من الفيوم زيارات، وكان حنبلي المذهب. ولك يا أخي الكريم أن تتخيل أي مسألة صغيرة تصار، خلاص المذاهب الأربع في مشحنات وكل يأتي بالدليل ليرد على الطرف الآخر. فكانت أثرت عندي الفقه بعمق. في هذا الوقت
كنت أحببت جدا علم أصول الفقه، وبدأت أقرأ فيه كثير. ومن العجيب أن أحد شيوخه في طرق الصوفية هو أول من حببني في علم أصول الفقه، مع العلم أن هذا قد يبدو ظاهرا تناقض، كيف بالصوفي والأصول؟ لكن سبحان الله، حينما عشت مع علم الأصول بعد ذلك وجدت أن قمم علم الأصول أصلهم صوفية. الإمام أبو محمد الغزالي صاحب الإحياء هو صاحب المستصفى والمنخول في علم الأصول. الإمام العز بن عبد السلام في القواعد الكبرى يتكلم عن أهل المعرفة وأنهم فوق أهل الإيمان، كلام كثير جدا. فسبحان الله، يعني شيء عجيب، يعني قد يبدو أمام الناس عجيب، لكن في رحلة العلمية تبين أنه ليس أمرا عجيبا. طبعا أنا في علماء كثير أثروا في حياتي الشخصية، منهم الشيخ عبد العزيز، هذا الرجل الصوفي الذي عشت معه وكان ربانيا وكان صاحب كرامات وكان من قوام الليل، من أندر ما يكون أن تراه نائما لحظة بالليل. كان هذا الليل يراه أمتع متعة في الدنيا أن تقف بين يدي الله. وكان يعني مش متقن في حفظ القرآن، كما يحفظ أحدنا الفاتحة هكذا كان القرآن على صدره تماما كده، مفيش يعني. وطبعا أثر في شخصيتي كثير، كما قلت الشيخ محمد العربي اللي هو ابن خالي أمي هذا، وكان معلم لي وكان محذر. وكان من ضمن الأشياء العجيبة في هذا الرجل مبكر أنني قرأته شرح ابن قيم الجوزية، هذا الإمام الجليل رحمة الله عليه، للشروط العمرية التي يدعى أن عمر بن الخطاب كتبها على أهل إيليا. وحينما قرأتها نفر منها قلبي ولم أستطع أن أقبلها. كيف يعني؟ كيف يركب الحمار من جانب واحد؟ ما عهدنا هذا وما أخذه النبي عهدا على نصارى نجران؟ عقلي رفض، لكن لا أملك. وإمام يشرح، فمر علي هذا القريب وقال لي اقرأ ما شئت، أما إذا كان الكلام منسوب لحضرة الرسول ولغيره من أئمة العلم فتحرى السند وابحث عنه قبل أن يعني ترضى أو ترفض، لأنه لو كان من الرسول وسنده صحيح عليك بالرضا ثم ننظر في الفهم، أما إذا كان غير صحيح فلا تلق نفسك. ودارت الأيام من هذه السنين في الخمسينيات إلى أن التقيت مع أحد العلماء الذي اهتم جدا في هذا البحث، اسمه الشيخ سعود وهو من الأردن، وكان لقائي به بعد هذه القراءة بأكثر من 60 عاما تقريبا. وكان هو قد اهتم وأنا لم أهتم، يعني أنا نفسي رفضت. فأثبت لي أن هذا الحديث بكل رواياته مداره على رجل شيعي كان يبغض عمر بن الخطاب، فحمدت الله أنني من البداية أورثني عدم رضا هذا الأمر. مهم جدا أن تجد أحد يرشدك في أول البداية على الطريق الصحيح. أما من أكبر العلماء المؤثرين في شخصيتي كثير، منهم فضيلة الشيخ مناع القطان رحمة الله عليه، هذا العالم الأزهري المحدث المفسر الأصولي، كان عميد معهد القضاء في مدينة الرياض، وبعد ذلك كان وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود للدراسات العليا. هذا لزمته زمن طويل أيضا، قرابة 10 سنوات أيضا.
شربت منه كثير، كنت أصحبه، وكان إذا من أعجب ما رأيت في هذا الرجل أنك إذا فتحت أي موضوع، أي موضوع يتكلم فيه كأنه منذ عام يبحث عنه، يقول لك هذه النقطة، هذا الأمر نتكلم فيه 3 نقاط، فأما النقطة الأولى فهي تشمل على 4 أمور، فأما الأمر الأول، وأنت تسأل سؤال الآن، الآن لم تعطيه منذ ساعة حتى ولا 5 دقائق ليفكر. وكان في خطبة الجمعة عجيب جدا، كان يبدأ خطبة الجمعة بجملة مركزة ثم يشرحها ثم يأتي بها في الآخر، ولذلك أنا أخذت هذا الأسلوب بعد ذلك في طريقة حياتي. الشيخ مناع قطان هو من المنوفية، وكان يحصل على الجنسية السعودية لدخول، وأيضا ممن أثر فيه جدا الشيخ عبد الرزاق عفيفي، وهو أيضا من المنوفية ويقرب للشيخ مناع، خال غير مباشر، وهو كان قديما عميد المعهد الأزهري في اسكندرية، وكان وكيل جماعة أهل السنة، ثم ذهب إلى هناك، وكان هو وكيل عبد العزيز بن باز رحمة الله على الجميع. هذا الرجل حينما تجلس معي أخي كريم بحر، اشرب منه حيث شئت، تأتي من هنا تشرب، من هنا تري، من هنا غذاء، من هنا عطاء، فقط من الله، بحور بعدها بحور بعدها بحور، خاصة بقى إذا تكلمت في الفقه والأصول، لا ليس بعد هذا من مولد لك. وممن أثر في شخصيتي جدا 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 بقى أستاذي وشيخ راسي وتاجي، أطال الله في عمره وشفاه، فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد. كان أول لقاء به عام 75 بعد أن خرج مع الإخوان من السجون بعد قضية 65، وجدت فيه بحرا زاخرا مملوء باللآلئ والجواهر، كل حرف عنده ميزان، وكل كلمة لها معنى وترتيب، وهو أول بل أدق من أصل العلم التفسير الموضوعي. طبعا سبقه شيخه الشيخ أحمد الكومي رحمة الله عليه. الدكتور عبد الستار له قليل في الإنتاج، لكن الصفحة تكفي، مش الكتاب، منهاج القرآن في التشريع، محاضرات في التفسير الموضوعي، معركة الوجود بين القرآن والتلمود. لما تقرأ العنوان فقط يعطيك قصة، الشريعة الربانية المعجزة والقوانين الوضعية العاجزة، يكفي انك تفهم العنوان، الشريعة الربانية المعجزة والقوانين الوضعية العاجزة، إذا فهمت العنوان أدركت الكتاب. هذا الشيخ الجليل ظللت يعني قريبا منه، يعني إما قرابة يومية في السنين الأول، أو بعد فترة كانت كلها شهر أو شهرين، إلى أن خرجت من مصر في أواخر عام 2013. يعني رحلة العمر معه قرابة يعني 38 سنة. لا أذكر إلا أن هذا الرجل يعني أنا يعني ملك كل خلايا عقلي وترتيبها، إن كنت أصلح أن أكون تلميذا له أو طالبا عنده، لو قبلني هكذا فهذا وسام من فضل الله سبحانه وتعالى. طبعا في كتب في حياتي أثرت كتير جدا، منها كتاب الموافقات للإمام الشاطبي، وده أنا قرأته عدة مرات
القواعد الكبرى لعز بن عبد السلام، كذلك أثر فيها كتير جدا الرسالة للإمام الشافعي، المستصفى الإمام الغزالي، البرهان للجويني، وكلها تميل لكتب الأصول. لكن أيضا مما أثر فيه جدا الإمام ابن حجر العسقلاني، إمام رائع جدا في فتح الباري، وإن كان يرهقني جدا في تتبع الأبواب. كان يشرح الحديث يقول وهذا سنكمله بعد 5 أبواب، وهذا سبق أن قالوا أنا مش عارف في باب كذا. فكنت أنا أحب أذهب وأرتي حتى أجمع الحديث كله في ذهني. فهذا الكتب ولاء العلماء أثروا في الإنسان تأثير كبير جدا جدا. من ضمن العلماء في الجامعة اللي أثر فيها الشيخ عبد الحسيب طه، الله يرحمه، عالم تفسير. ومما كان يلفت النظر وهو يدرس لنا إن ما من كلمة في القرآن ويشرح إلا ويأتي بيت شعر ليؤكد المعنى ويوضح، وإذا كان للكلمة لا أكثر معنى يأتي ببيت شعر ويرجح ببيت آخر ثالث. كان سبحان الله عجيب جدا في هذا الباب. أنا ما أستطيع أحفظ هذا الشعر كثيرا، ولو أني كتبت بعض الأبيات في الشعر، لكن قدرتي على الحفظ فيه ليست محببة، لأنهم أبعدوني عنه فترة طويلة من الزمن. علماء الحديث كان لا يحبون أن نشتغل بشيء من هذا كله. أيضا مما يعني أحببت جدا كتب عباسي العقاد كلها، رغم طبعا كلمة عبقرية النبي نرفضها، لأن النبي ليس عبقريا، إنه معصوم مختار مصطفى، وليست عبقرية ذهنية عادية. لكن بلا شك العباسي العقاد له كتابه حقائق الإسلام وأباطيل خصومه إلى الآن ليس أحد كرهته جدا علم الكلام، رغم أني قرأت فيه، لكني كرهته ولا أحبه ولا أحبه، لأنه متعب وصاحب مشاكل كثيرة جدا. طبعا أنا جلست وتتلمست قبل الشيخ عفتاح غدة، وجيد أن أنا أتذكر هذا مع الشيخ محمد نجيب المطيعي صاحب التكملة للمجموع شرح المهذب للإمام النووي. الشيخ المطيعي ده يكفي أنك أنت تعرف أنه كان قد تجاوز 90 من عمره، وكان يقرأ 10 ساعات في اليوم. بعد 90، بعد 90. والآن عندي تفسير سورة الروم، وكتبت كتب كثيرة فيها تفسيرات آيات، لأن أنا حقيقة كنت أهوى التفسير أكتب لما يحتاجه، ليس مجرد تكرار. يعني أنا عندي كتب كثيرة، عندي أكثر من 30 كتاب الآن تصلح للطباعة، لكن كتب كثير يعني مثل يعني في الحديث، في علوم القرآن وفي غيره. لكن لعل الله يسر أن أخرج بعض الكتب قريبا، أسد بها بعض الثغرات التي أراها في هذا الباب. وكتبت كتاب في الزكاة ميسر، استفدت كثيرا طبعا من كتاب عالمنا وقدوة الأمة في هذا الزمان العلامة يوسف القرضاوي. وأنا أوصي الأمة كلها بعلم الأصول، العلم الضابط للعقل والحامي من الزلل بإذن الله سبحانه وتعالى. ولا بد أن يدركوا معنى سيرة النبي، وكيف يفرقون بين النبي كرسول، والنبي كإنسان، والنبي كقاضي، والنبي كحاكم، والنبي كشافع، والنبي هذه تفرقات. وأتمنى يعني أن الأمة تخرج من عناق التبديع والتكفير وكل هذه الألفاظ، ويكون هناك دقة في استخدامها، لأن الحقيقة الإفراط في هذه الأشياء مؤذي جداً.